هذا الشارع هو الرابط من شارع الرفيع الى السايدين تقريبا 5 كيلوات، وحجزنا 16,000 شتله بجهود الحكومه المحليه وبجهود المشاتل ومستمرين بالعمل. وهذه الفعاليه بسيطه للمواطن البصري في يسكن في منطقه النجمي. انتم هذا حزام اخضر على مود نعم حزام اخضر على مود التراب، والمواطن يستاهل كل الخدمات، وانا خادم لهذه المنطقه. ساعدك بهذه المنطقه؟ نعم، المواطن ساهم بالماي وساهم بالحفر. اي، وانا سويت هاي الفعاليه، وهذا زرعت 300 شتله ومستمرين للسايدين. نعم، والعمل مستمر. هذا الشارع يربط السفان؟ نعم، بالسايدين ما سفان، والعمل مستمر عندي. حتى الحكومه المحليه اذا ساهمنا بعد ومتناقشين مع مدير بلديه الزبير، الشارع 17 تقريبا 10 كيلوات. فين الاشجار الزرع؟ هنا هسه شوك، وان شاء الله راح اشجر بعد كابرس منوع. بدينا ومستمرين العمل. وطريقه السقي؟ السقي المواطن جزاه الله خير يسكن بهذه المنطقه وكيف على هذه الخدمه. ساهموا بالماي والحفر. تقريبا صار لنا اكثر من اسبوع. اي، نحفر ونسقي الماي ونزرع الطوق الاخضر. حاليا ايش قد بديتوا؟ تقريبا من قد ما شتنا تقريبا 300 شجره. على امتداد الشارع؟ على امتداد الشارع تقريبا يقرب 5 كيلوات. المنطقه شو يسموها؟ منطقه النجمي. انتم شو مبادرتكم؟ شلون اجت هاي؟ ليش؟ بالفعاليات علي ظالم. اي، كان يجاهد ها اخويا ويمارس دائما على الاستمرار بالخدمات منطقه النجمي. على مود يسوون صد للتراب؟ الصد للتراب، الهواء العالي، فمبادره حلوه يعني. اللون للشارع جماليه.